معناها طول حياتك وانت تجاهد في صمت ووقار حتى الوفاة. وكان هذه بحالة عبد العزيز بوتفليقة. إن شاء الله يوفقني الله سبحانه وتعالى وأموت حتى أنا في صمت ووقار، لأن من أيدينا أسرار دولة لو أبحنا بها وبعد أسس الدولة فنأخذ على عنقنا ولا نمس بالجزائر عزيزا. وقلت لك إن ضحية هذا التواصل الاجتماعي، لكن اليوم كان لي الحق لأثبت ما قلته لأول مرة. أول مرة أشخص السيدة سليمة السيد، وكتبت على الرئيس وكتبت عليا وكتبت 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 لأول مرة. بالطبع كانوا يكتبوا عليا ما استقواوا معايا، ما يعرفوني، ما سموني. السيدة سليمة تنساني نهار يفرج عليا ربي ندعوك نتغدى وانا وياك ونتكلموا ان شاء الله هذاك الوقت، عرفت شنو هو سيدي.